الفنان محمد حداقي، أهلا وسهلا فيك معنا بفوشيا. يا مرحبا فيكم، أهلا وسهلا. اليوم بعيدا عن رماد الورد كان في حارة الإبة، شاركت فيه بثلاث أجزاء، هل في جزء رابع؟ وبرأيك أنت الجمهور ما زال يبحث عن الأجزاء؟ ما بعرف إذا في جزء رابع، الحقيقة ما عندي أي معلومة. والجمهور يعني عادة طبيعة الجماهير إنه بس يحبوا شغلة بيحبوا يشوفوها مرة تانية أو ثالثة، من هذا الشكل طبيعي يعني لكل المشاهدين يعني. محمد حداقي لما نذكر اسمه يعني فينا نقول ربما لا يختلف النقاد أو الجمهور أو حتى أهل الفن بأنه شخصية متفردة أينما حضر. اليوم لحتى يحقق الفنان هذا التفرد، شو أهم شيء لازم يتبناه؟ يتبناه؟ والحقيقة أنت بالضبط هذا الجواب، أنه يتبنى كل، يعني يتبنى كل شو بدي أقول من الألف إلى الياء بهاي المهنة، يتبنى كل شيء يعني بدءا من قراءة النص انتهاءا بالكوف قدام الكاميرا مرورا بالملابس ودراسته للشخصية. بده يكون متبني، هذا أهم شيء بيعمل الممثل. كيف اليوم بتحافظ على شغفك تجاه هاي المهنة رغم أنها عم تمر بمطبات كتير؟ فينا نقول الحقيقة الدنيا كلها عم تمر بمطبات في الكون كله، يعني مو بس هاي المهنة، فشكل طبيعي كمان نمر نحن بمطبات، يعني شكل طبيعي لهاي الفترة من العصر. يعني طبيعي يكون مرة مزعوج، طبيعي يكون مرة عندي مشكلة، طبيعي يكون مرة فرحان، يعني طبيعي كل ما يحدث. اليوم محمد حداقي الأدوار اللي عم يقدمها والفرص اللي عم تنعرض عليه قديش عم بتكون مرضية لإله؟ بحاول إنه تكون مرضية، يعني بحاول هيك أبحث عن مكان ضمن الدور المتاح لي أو ضمن المساحة اللي بدي أشغلها بالعمل، بحاول هيك أشغل مكاني بأكتر قدر ممكن من التبني والجهد. بتصور هيك هاي الطريقة المثلى لأنه واحد يحافظ على شغفه. رغم كثرة أدوارك وأدبت كتير أدوار بكتير أعمال اجتماعية، ولكن الجمهور دائما عبر السوشيال ميديا بيطالب ظهورك بالكوميديا، شو السر بالكوميديا؟ أنت بالنسبة لك هل هي أقرب لك من الأدوار الاجتماعية؟ هي أقرب للمشاهد مش إلي، هي أقرب لقلب المشاهد من التراجيديا والميلودراما. نحن طبعنا منحب نبتسم أكثر، منحب نبحث عن شغلة تسعدنا ولو بشكل لحظي، فأنا الجمهور بيحب الكوميديا أكثر مش أنا. ولكن اليوم ما بتشوف إنه عم تتراجع كتير أو بلشت تختفي من الدراما السورية؟ فينا نقول شو السبب؟ كل شيء عم يتراجع، والكوميديا تحديدا لأنه تعتمد دائما على يعني حالة نقدية، طرحها دائما بمستوى نقدي، فيعني هذا بده تفرغ أكتر، بده جهد أكتر، بده أهم شيء مساحة أفق من الرقيب أكتر. بالضبط الكوميديا بترصد المواقف وبتحاول تلقي الضوء على المسلب أو على المشكلة بشكل يكون لطيف، ما يكون يعني فجوة مباشر. من فترة ظهرت مع الفنان أندريس كاف بمقاطع هيك صغيرة عم تحكوا شيء فينا نقول ما أنا مفهوم ولكن هو كوميدي، هل هذا هو مشروع مشترك ولا هي كانت هيك صدفة ومرقت؟ لا هي تجربة هيك عملناها وانتشرت شوي، هي بقول لك تجربة فكرة كانت وكنا قاعدين مع بعض نسلنا فترة من الزمان، فهيك حاولنا هيك نعمل شيء يعني على سبيل التجربة يعني. اليوم ظهور الفنان على التيك توك وانت ايضا عندك هذا الظهور عم تتعرضوا لانتقادات، كيف عم تتعاملوا معها؟ يعني طبيعي يعني بهاي بالتيك توك ولا بغير التيك توك، طبيعي دائما في
عالم تختلف معك، عالم تحبك، عالم ما بتحبك، عالم تحب هذا المسلك ما بتحب هذا، طبيعي يعني. مش 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 حدا معني بشخصه بعينه انه هو ما، العالم أزواق ومذاهب، هو منصة تواصل يعني تحت كتير إلحاح انه لازم. فأنا حبيت فكرة انه شوف عالم أنا ما بعرفهم، يعني هن ما عندهم طريقة يتواصلوا معي، فعجبتني من 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 هاي الزاوية فقط. فنان محمد حداقي، شكرا كتير لحضورك معنا بفوشيا، نورتنا. شكرا، شكرا كتير لكم، شكرا كتير لكم.